كنقول لها انت امراه قويه جدا وانا كنحييها، وهي فخر للمراه المغربيه. كنتمنى لها كل خير، كل حاجه زوينه في حياتها ان شاء الله، وان شاء الله تشوف بنيتها كيف هي بغات وتكبر قدام عينيها بكل حب وكل طاقه ايجابيه ان شاء الله، والله يعطيهم بزاف ديال الفرحه. كنخاف من العماريه كيف ما كنخاف من الزواج، دونك قسمه ونصيب ان شاء الله فاش غادي نلقى داك الراجل اللي يستاهل مريم، ونقدر انني نشوف فيه هذاك الراجل اللي نبغي نعيش معاه حياتي. علاش لا، كلشي بالمكتب ان شاء الله، فاش تكتب شي حاجه كيجيبها الله، والله يدير لي فيها الخير. هي مريم تبارك الله واخده تجارب كثيره في الحياه، زعما ماشي قليل، دونك رغم انني ما نكونش من الضروري ناخذ انا تجارب شخصيه اكثر ما انني كناخذها في لونطوغاج ديالي في الناس اللي كيدوروا بيا، دونك استفدت الحمد لله ما تقولتش ولكن شوفي الاستقرار والزواج والامومه، خصوصا كنقول الامومه شي حاجه زوينه بزاف، لكن انا كرايي الشخصي كنقول باقي الحال، باقي صغيره، باقي عندي واحد الاهداف باغا نوصل ليها، واحد الحوايج بغيت نحققها قبل الزواج، وان شاء الله فاش كتبت شي حاجه نتوما الاولين تعرفوها. هو انا في هذا الراي هذا ما نقدرش نشارك الحياه الشخصيه ديالي، نقدر مثلا نشارك انني تزوجت فقط، لكن اسراري والزوج ديالي وحياتي الشخصيه وعائلتي وكل هذا ما انا كنقول انني ما خاصنيش نشاركها مع الناس، وهذا ما كان. القفطان شيء اللي كنفتقروا به حنايا كونا فنانين مغاربه في العالم العربي الحمد لله، او في العالم اون جينيرال نهضروا على بصفه عامه. القفطان ولا شي حاجه اللي من ثقافات تراثيه في المغرب وكنفتخروا به بزاف، وانا في اي مناسبه نقدر نلبس فيها القفطان تنكون جد سعيده. مناسبه كنشكر المصممه رمسيس مونيا على هذا القفطان الجميل وسحر اللي لبسوني اليوم في هذه الالوان الرائعه. بالنسبه للجديد ديالي كاين مسلسل زطات اللي تصور في مدينه ورزازات بشخصيه مختلفه عن الشخصيات اللي لعبتها من قبل، شخصيه نجمه، سلطانه نجمه، دونك فرحانه بزاف بهذا الدور هذا، وان شاء الله كنتمنى كل خير وينال الاعجاب ديال الناس كاملين. كاينين تحضيرات المشاريع لكن بعد رمضان ان شاء الله. سنقول لهم شكرا بزاف على كل كلمه شاركتها معكم، شاركت معكم هذا الحب هذا وهذه الكلمات هذو اللي بغيت توصل لقلوبكم. شكرا على التتبع ديالكم، وان شاء الله كونوا دائما على موقع حريه وتابعوا الجديد ديالي.